كلها أيام وبنحتفل بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، هذه الحرب اللي غيرت مجرى التاريخ في أمور كثيرة جدا بتخص المنطقة وبتخص العالم ككل. حرب كان تأثيرها أوسع وأكبر من حدود الشرق الأوسط. بعد 50 سنة بتصدر مجموعة من الوثائق أو الأمور اللي بتخرج من هنا أو من هناك، ولكن يعني من الأشياء الغريبة قد يكون إصرار بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هي تحاول إن هي تشكك في بعض الرموز وفي بعض الحقائق وفي بعض الثوابت التي لا يمكن أبدا إن هي تتغير، زي مثلا قضية المصري الشهير البطل أشرف مروان صهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وسكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات للمعلومات. كل فترة ما تفهمش ليه تيجي إسرائيل تخرج بفيلم، عملوا فيلم اسمه الملك، فيلم إسرائيلي، فيلم داخلي كده، يعني حاول إن هو ينسج رواية ما عن أشرف مروان، وحاولت إن هي تشكك في ولائه لمصر، حاولت ان هي تنال من خطة الخداع الاستراتيجي اللي كان جزء منها كان أشرف مروان رحمة الله عليه. بيطلعوا كل فترة بدون أي سبب، بيتركوا الأمور ويتركوا شؤون الحرب، ولكن دايما بيحاولوا ان هم يجوا على الجزئية دي الحقيقة، وده كان شيء غريب جدا. من بين الحقيقة الآراء اللي فندت أو ضحضت هذه الرؤية كان من أيام لجنة أجرانات، لجنة أجرانات اللي كانت شكلت فور انتهاء حرب أكتوبر، واللجنة اللي كانت معنية بالتحقيق مع كل أركان الدولة الإسرائيلية وقتها، من أول جولدا مائير لقيادة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للموساد لكل الشعب الأمنية اللي كانت معنية بحرب أكتوبر، وآدي لجنة أجرانات. وطبعا كان من تداعيات لجنة أجرانات كانت زلزال مدمر، يعني أطاح بأسماء كبيرة جدا 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 في إسرائيل، من بينهم جولدا مائير كأول وآخر رئيسة للوزراء يعني في إسرائيل بهذا الشكل، وأيضا كان لها تداعيات كبيرة وكشفت الحقائق وكشفت الثغرات كبيرة جدا ومدى الخداع اللي وقع فيه أو وقعت فيه الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية الإسرائيلية في هذا الوقت. من بين التحقيقات الحقيقة المحترمة اللي اشتغلت على ده، في تحقيق للزميلة العزيزة الصحفية الأستاذة الأميرة راشا يسري في صحيفة الوطن، بتتكلم فيه عن أمور وعن تفاصيل كتيرة جدا، إزاي وثائق أجرانات نفسها هي اللي بتكشف تفاصيل خداع أشرف مروان لقادة إسرائيل. مقال الحقيقة طويل مليء بالمعلومات اللي بترد وتحاول الحقيقة هذه الادعاءات ان هي قد تنال من سمعة أشرف مروان. برحب بالأستاذة الأميرة رشا الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشأن الإسرائيلي بجريدة الوطن. أستاذة رشا أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ عمرو، تحيه لحضرتك ولكل مشاهديك. لا التحيه ليك الحقيقه على المقال المحترم، او اقدر اقول التوثيق المحترم للرد على هذه المزاعم بشان اشرف مروان. والله يا استاذ عمرو يعني ده اقل شيء المفروض يحدث بعد هذه السنوات المتلاحقه اللي الواحد يعني بيشعر فيها انه اذا التفت الاسرائيلي لدولته لرؤيه ما وراء ما تقوم به إسرائيل من تضليل لهم، هيكون رد فعلهم مختلف تماما، لأنه إحنا النهاردة بصدد أنه تفريغ محتوى هزيمة إسرائيل في حرب 73 والحديث فقط كل عام عن أشرف مروان، يعني من 2003 منذ الحديث الأول وتسريب اسم الدكتور أشرف مروان للمرة الأولى منذ هذه اللحظة وكل عام نتحدث هل كان عميلا مزدوجا أم لا، هل خدم إسرائيل أم ضللها، وتراشق بين أعمدة الجيش الإسرائيلي رئيس المخابرات العامة الإسرائيلية ورئيس الموساد سيبي زمير وإيلي تعيرة، الاثنين كل عام تجد بينهم من الذي أخطأ ومن المتسبب في الهزيمة. صحيح. ولا أحد يتحدث على ما كان يروج وقتها
عن الجندي المصري، كيف أنتم غذيتم ودربتم الجندي الإسرائيلي أن من أمامه عدو بسيط مستهان به تماما، لن يستطيع أن يقوم له قائمة ولن يحارب أصلا. يعني أحد الأسباب دور الدكتور أشرف مروان اللي فعلا أدى خدمة كبيرة لمصر وهي التضليل، وده واضح في وثائق جولد مائير، مش بقى الجديدة، خلي بال حضرتك لأنه في تناقض اللي أنا بحاول أسرده في موضوعي، إن الموضوع فيه تناقض منذ أعوام ماضية، منذ 10 أعوام احتفلت إسرائيل ب40 عاما على حرب أكتوبر، وطلعت وثائق للجنة أجرانات والتحقيقات اللي فيها، وجولد مائير تكلمت عن المصدر اللي هو الاسم لأشرف مروان، وقالت أنا لم أسأل ولا مرة رئيس الموساد، هل أنت تصدقه؟ أنا كنت أعتقد أن ما يقدمه كله تضليل في كل في معظم المواقف. فهنا أنت يعني أنا حتى كنت لسه بتكلم ده في شهادتها أمام لجنة أجرانات نفسها. أيوة وثيقة، وما عني برضو النهاردة بقول أن تالي الوثائق ده اللي بيتحدثوا فيه عن دور مصر وما حدث لهم، بس في هذا الجانب أنا عايز أقول لحضرتك أن كل عام تطلع حاجة، يعني طول السنة من طول السنين الماضية بنتكلم في أن الخداع الاستراتيجي، كيف مصر حققت إنجازا كبيرا لا يقل عن الإنجاز العسكري الحقيقة. هم عمالين بقى الأيام الماضية والسنوات القليلة الماضية يفكروا إزاي نطلع نقول أن احنا عارفين. خرج رئيس شعبة الاستخبارات العامة أمان إيلي زعيرة في أحد ندواته في مركز معهد الدراسات الاستراتيجية للأمن القومي وهو يتحدث ويقول لا احنا كان عندنا كل معلومات بل وحضرنا جنودنا ليخرج من بينهم من يقول له أنت تكذب وأنت تضلل الرأي العام وتضلل الشعب الإسرائيلي. ده فيديو مشهور جدا بالمناسبة، جدا، لانه خلي بالك مش احنا اللي بنقول، يعني حتى هو بيعرض الوثائق قال هذه وثيقه انا اقرا لكم من الوثيقه، ربما ان هناك بعض الاشخاص يشكك في هذه الوثائق هذا اليوم. طيب يعني انت النهارده بتقدم اشياء، انا اللي بقوله انه اختلفت الكثير الرؤيه من ما كان عليه وثائق اسرائيل والحديث عن حرب اكتوبر من 10 اعوام وما عليه اليوم. خلي بال حضرتك انا عايزه اقول لك انه اسرائيل احيانا بتدفع مصر دفعا الى الحصول على الروايه المصريه، انتوا مش عايزين تتكلموا ليه على اشرف مروان؟ لا احنا عايزين نعرف هو ايه اللي حصل، تدفعهم دفعا. لا مصر لن تقول الروايه الا اذا ارادت بما تراه مناسبا لها. واللي احنا متاكدين منه يعني انهم يحاولون مرارا وتكرارا الوصول لماذا قدم، يعني ماذا قدم اشرف مروان؟ كل مره باسم غريب في وثيقه ويقال انه له 5 اسماء، يعني انا لسه كنت بقول 5 اسماء كوديه لعميل واحد، يعني هل هذا يعقل 5 اسماء كوديه؟ فاللي عايز اقوله لحضرتك ان الوثائق في هذه الايام والحديث عن دور اشرف مروان لا شك ولا جدال فيه انه قام بعمل جليل وضلل الشعب الاسرائيلي وضرر قاده اسرائيل قولا واحدا، لانه أن تسحب أن تتحدث مع رئيس الموساد وتطلب رؤيته في عشية 6 أكتوبر وتسحبه إليك في لندن في صحيح. وقت حرج تمر به إسرائيل، هذا ليس موقفا كده عابرا. وأنت أشرت لده في البقالة يا أستاذة رشا. أيوة أشرت للخطوة دي تحديدا الأنباء أشرف مروان مع رئيس الموساد. لأن الناس تقول لك أصله قال لهم أصله قال لهم طب ده هم نفسهم من قبلها وهم شايفين التحركات على الحدود ولم يصدقوا ليها. خلي بال حضرتك ان هم بعد ما الرئيس السادات رحمه الله عليه استدعى الاحتياط 10 مرات فقال لك احنا لازم نوصل للمفهوم، قال هذا الاستدعاء يشل الاحتياط يشل الاقتصاد وهو بيراوغنا، فانت الى جميع القوات الى جميع الجنود اظهروا رتابه روح، يعني خليكم كده ايه حطوا على قلبكم مراوح، لدرجة أن أحد الجنود اتصل بغرفة العمليات وقال له أنا أرى صاروخا يتحرك الآن على الجبهة المصرية، قال له أنت منين؟ قال له أنا من القدس، قال له يعني أنت شفت عرفت أنه صاروخ منين؟ في القدس في صواريخ؟ حتى هذه المعلومات تعاملوا معاها برتابة باستخفاف، هذه هي الخداع، هذه هي لعبة الخداع التي قام بها السادات والجيش المصري العظيم. طبعا طبعا طبعا
مره تانية انا بحييك. اتفضلي 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 يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك انه لن يجبر احدا مصر على ان تروي قصه لا تريد ان ترويها في هذه الايام. اكيد طبعا. قدم وقام بعمليه تضليل طول السنوات الماضيه. هل كان مروان اشرف مروان عميلا لنا صديقا ام لا؟ كل ده لسحب الحديث الداخلي عن القتلى والجرحى الذين يسقطون في حروب اسرائيل. اذا التفتوا الى هذا الخطأ الذي حدث في 73 ربما كان عليهم ان يتجنبوا حروبا كثيره، وربما اتجهوا للسلام الحقيقي. فهم حتى الان لا يتجهون للسلام لانه مش فارق مع يعني لا يعبؤون بهذه الارواح. طب ما تتكلموا على الفشل العسكري اللي حصل، كم عدد القتلى، كم الاشخاص اللي لحد الان عايشين في اسرائيل جنود ما زالوا احياء لا يدعون لهم الحديث عن ما حدث في اكتوبر، في حرب اكتوبر. مزبوط. من ويلات حروب عديده، يعني انا اشاهد افلاما قديمه جدا الحديث فيها حقيقي يدمي القلوب. لا يتم السماح الان، ونتحدث فقط عن اشرف مروان الذي استطعنا ان نجندها، لو هو كان عميلا ام لا. اشرف مروان قام باكبر خديعه وخداع لقاده اسرائيل على الاطلاق. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا الاستاذه اميره راشا يسري المتخصصه في الشان الاسرائيلي بصحيفه الوطن، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا مره ثانيه على المقال ده.